بنا ننتقل إلى موضوع آخر. تحدث الباحث النفسي والناشط هشام الذهبي عن قصة طفل كان متواجد في دار الأيتام وعن قصة نجاح هذا الطفل الذي أصبح الآن طبيباً يفتخر به، وتحدث أيضاً عن السبب الرئيسي في تغيير اسم دار الأيتام إلى مؤسسة البيت العراقي للإبداع. دعونا نشاهد ماذا قال. واحد من أولادي يدرس في المدرسة، فأنا بالصدفة فوق بالسطح، هم حلوا من المدرسة، طلعوا المدرسة، فشفته راح ويا أصدقائه بس ما أجى على البيت. طلع قبل عبر على الشارع على السايد الثاني، وصل وفطر منه بناك وجا من ورا بالفرع وطب البيت. فنزلت تعال على وليش، قال لا وصل الجامعة، قلت له لا بس حتى وصل الجامعة فطرت. قال مستحي يقولون عايش بدار الأيتام. رأساً قلت له كسروا القطعة، كسرنا القطعة شمرناها سوينا مؤسسة البيت العراقي للإبداع وخلينا الاسم. فكل الناس بدت قالت أستاذ شلون أنت أبو دار الأيتام، قلت له لا، قلت له بعد خلاص، قلت له هو الطفل اللي أنت أنشأت البيت إليه مستعر من الاسم. مشاهدينا، أثارت هذه القصة تفاعل الكثيرين الذين أشادوا بدور هشام الذهبي وعمله الإنساني. آلاء طه كتبت والله أنت فخر، بتشيت على هذه القصة المؤثرة، عجيب هالرجل، الناس طفلين ما يعرفون يربوهم، هو مربي أعداد هائلة بأحسن تربية، ربي يحفظك ويكثر من أمثالك. عمار علاء كتب ايش قد راقي انت، اباء وعدهم ابناء من اصلابهم ما يفكرون بمشاعرهم مثل ما انت تفكر باولادك، ربي رزقك على قد نقائك، تستحق كل هذا الدعم، هذا الفعل حقيقه انجاز تاريخي بحق الانسانيه والطفوله. اما احمد الوادي فكتب يعني ما ادري افرح على انسانيتك لو افرح على الولد اللي ما همته الظروف وبقى يكافح وصار طبيب بوقت اللي صاروا الأهل يوفرون كل شيء لأولادهم وبالأخير يخيبون ظنهم.